مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة للتفجير الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة لمبنى الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية في العاصمة المصرية القاهرة. وقد أفادت وزارة الصحة المصرية أن التفجير أوقع 25 قتيلا و49 مصابة، وأضافت أنه تم نقل المصابين للعلاج في مستشفيات الدمرداش ودار الشفاء. مرحبا بكم، ومعنا في قراءة هذه الحادثة الكاتب الصحفي سليم عزوز. سليم، كيف تابعت تفجير هذا الصباح في القاهرة؟ بداية خالص العزاء لأسر هؤلاء المصابين، كما نتقدم يعني بخالص دعوانا بأنه المصابين يعني يمن الله عليهم بالشفاء العاجل. الشاهد هنا ان احنا امام حادث انتقل من الجيزة الى وسط القاهرة. يعني المرة الجمعة الماضية كان الحادث في محافظة الجيزة، نعم الجيزة تدخل في زمام القاهرة الكبرى، لكن الان هذا الحادث في الكنيسة يعني في العباسية، في العباسية، في قلب القاهرة، في قلب منطقة وسط البلد كما يقولون، على نحو كاشف أننا أمام خيار احتمال من اثنين. الاحتمال الأول أن يكون هذا عمل قام به المسلحين لا سيما وأن هناك سبق قبل ذلك أن أعلنت بعض التنظيمات المسلحة أنها سوف تنقل عملياتها من سيناء إلى القاهرة. هذا كلام يعني تقريبا مر عليه عام من الآن، وربما تكون هذه التنظيمات المسلحة هي التي ارتكبت هذا الحادث، وبناء عليه نصبح أمام عملية قصور أمني. يعني تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لأنه إذا كانت هؤلاء الأفراد المسلحون استطاعوا أن يقتحموا الكنيسة، والكنيسة كل الكنائس في مصر فيها حراسات أمنية، فما بالك بهذه الكنيسة التي تقع في الكاتدرائية أو ملاصقة للمبنى المقر البابوي. المفروض أن هناك قوات أمن أكثر حرصا وأكثر كثافة. عندما يجري اختراق المشهد بهذا الشكل وإدخال هذه المتفجرات، أعتقد أننا أمام مشهد يستدعي وقفة حقيقية لمواجهة هذه العمليات. الاحتمال الثاني أنه هذا العمل أن يكون من تصرف السلطة الحاكمة نفسها. نحن لدينا يعني واقعة سابقة خاصة بتفجير كنيسة القديسين، يعني كان الصريخ في ابن يومين أو الجنين في بطن أمه يعلم أن هذا كان تصرف من قبل السلطة، من تصرف من قبل وزارة الداخلية ممثلة في حبيب العدلي. والدليل على ذلك أن البابا غضب، يعني البابا شنودة في ذلك الوقت غضب وذهب إلى الدير غاضبا، ورد عليه حسني مبارك بتعيين خصمه في مجلس في البرلمان، في مجلس الشعب، جمال أسد عبد الملك. سليم، إذا سمحت لي سنعود ربما إلى التفاصيل المتعلقة بالتفجيرات في مصر، ولكن ننتقل الآن إلى القاهرة. معي الأستاذ مجدي شندي الإعلامي. أستاذ مجدي، الأرقام حتى الآن، سبق أن أشارت وزارة الصحة إلى أن الضحايا 25 قتيلا و49 مصابا، ما هو الرقم حتى الآن التي لديك والمعلومات في خلف هذا التفجير وهذا الحادث؟ بالتأكيد ارتفع عدد القتلى بسبب العدد الكبير للجرحى وبينهم إصابات خطيرة. هناك بعض التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى ربما يتجاوز 30 شخصا، وبالإضافة إلى عشرات الجرحى. هذا يعني عمل إرهابي مجرم ينبغي أن نعريه تماما وألا نلتمس له الأعذار بأي شكل، بدلا من أن نقدم رسالة تسامح في يوم مولد النبي الكريم نقدم هذه الرسالة المكتوبة بالدماء، بدماء نساء وأطفال أبرياء في إحدى دور العبادة. ولذلك فإن على المصريين أن يتكاتفوا جميعا في مواجهة هذا الإرهاب، وأن يتم الإعلان أن الإرهاب ليس واحدا من وسائل النضال أو الكفاح السياسي لنيل الحرية، بل هو الذي يقتل كل أمل في الحرية. طبعا الحادث وقع في الساعة 10، اليوم هو يوم الأحد، ويبدو أن الصلاة كانت في الكنيسة، أليس كذلك؟
نعم، هو يوم الأحد يوم إجازة للمصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفي نفس الوقت يقام القداس في الكنيسة يوم الأحد من كل أسبوع. واضح أن من ارتكب هذا العمل الإجرامي يعني استغل فرصة كون اليوم أجازة، وأن الحرافات كثيرا ما تتعامل بفتور مع هذا، فتم إدخال المتفجرات إلى الكنيسة. دور أجهزة الأمن أن تكون يقظة وحساسة وتغير خططها باستمرار لمقاومة أو إجهاض كل أعمال الإرهاب قبل أن يحدث، وهي كثيرا ما تفعل ذلك. وما يفلت حتى هذه اللحظة هو نسبة قليلة من الأعمال الإرهابية قياسا لما يتم ضبطه وإجهاضه، ولكن من الضرورة أن يكون هناك عمل احترافي أكبر من الشرطة المصرية للكشف عن أحداث الإرهاب منذ وقت تخطيطها، ورفض يعني من يتابع من يرفض الأماكن تمهيدا للتفجيرات، تغيير أماكن الكمائن، نعم، تزويد الحرافات بمعدات لكشف المتفجرات، اليقظة الأمنية، وعدم تصور أن فترة هدوء تمر معناها أن عاصفة الإرهاب قد انتهت. مصر هي معرضة لمؤامرة وهي مستهدفة بالإرهاب لتحويلها إلى دولة فاشلة، ومن ثم فإن خطط الإرهاب دائمة ومستمرة، وتطور أدواتها، تطور الوسائل التي تستخدمها، تحاول دراسة نقاط الضعف. دائما ما كان الإقباط هم البطن الرخوة للسلطة المصرية في يقين الإرهابيين المتشددين الذين يتصورون أنه لكي ننال من السلطة علينا أن نضرب كنيسة أو تجمعا قبطيا، نعتدي على الإقباط، أو نفتعل مشكلة طائفية أو مثل هذه الأعمال التي تستهدف النسيج الوطني المصري. أستاذ مجدي شندي الإعلامي المصري، أرجو أن تبقى معي، ونبقى دائما في القاهرة. معي اللواء حبيب مساعد وزير الداخلية السابق. سيادة اللواء، يعني سيادة اللواء رفيق حبيب، عادة الكنائس وأماكن العبادة تفرض عليها الكثير من الحراسة المشددة، كيف استطاع منفذ هذه العملية الوصول إلى المكان المبتغى تحديدا؟ أين كانت عين الشرطة والحراسة والأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي تم ده تم عن طريق امرأة، ده بما لا يدع مجال الشك، لان اللي حصل الانفجار ده في المقاعد اللي موجودة للنساء في الكنيسة داخل الكنيسة، وطبعا ما بيخشش في هذا المكان غير امرأة، فطبعا صعوبة ان واحدة ست تخش في هذا المكان مش مفيهاش صعوبة، انها ممكن تدخل وتكون بتخفي شيء في بياض ملابسها او شيء معين، بيبقى يصعب اذا كان رجل، اذا كان رجل يبقى بيبقى فيه صعوبه، مفيش صعوبه، ولكن بالنسبه للامراه بيبقى فيه صعوبه انهم يفتشوها او خلافه او يعني يبحثوا عنها، وبتبقى امر مستبعد. نعم سياده اللواء، يعني تقولون انها امراه بطبيعه الحال لان المكان المقصود هو اماكن للنساء، ولكن النائب العام طلب في موضوع الكاميرات الفصل والرقابة المشددة لتبيان من أسر. إذا كانت هذه امرأة، من هي؟ وظيفتها؟ خلفيتها؟ ما دمتم قد حددتم الفاعل. هي بالضبط امرأة زي ما أنا بقول لحضرتك، وقد تكون عميلة، يعني واحدة مأجورة أو عميلة مكلفة من قبل إحدى التنظيمات المتطرفة المشبوهة في إنها تتوجه إلى هذا المكان وتضع قنبلة لها توقيت محدد ينفجر في توقيت معين، وهو ده يعني وجهة النظر القريبة لما حدث بالفعل. حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي في هذا الموضوع، أم ثم التصريحات وتوجيهات لمن يقف وراء هذه العملية؟ لسه في الساعات القليلة القادمة هتتضح الأمور، إن ممكن جماعة بعينها متطرفة وخلافه تعلن عن، أنا بعتقد إنها جماعة من الإسلاميين المتطرفين وتهدف إلى إحداث وقيعة بين الأقباط وبين المسلمين لتمزيق النسيج الوطني بينهم،
ولكن انا اعتقد ان ده مش هيبقى له اي اثر قوي، لان الطرفين المسلمين والاقباط عارفين ان هدف المجموعه المتطرفه دي احداث البقيع بين طوائف الشعب المصري المسيحي والمسلم. نعم سيد لواء، ارجو ان تبقى معي. استاذ سليم، يعني هناك وضوح في كما يقول السيد اللواء، امراه الى اخر ما في الجمله، تعليقك على ما جاء في كلام سيد اللواء؟ ربما يكون هذا الامر صحيح، لكن ايضا هذا يطرح علينا مساله اخرى، وهي مساله اذا كان الذي قام بهذا العمل، يعني هناك يبدو ان هناك اتفاق تم ما بين اللواء رفيق حبيب والاستاذ مجدي شندي على ان الذي قام بهذا العمل تنظيم مسلح او جماعه دينيه متطرفه او ما الى ذلك. قد يكون هذا، انا قلت انا نحن امام احتمالين في الحقيقه، لكن اذا كان هذا الاحتمال هو المرجح لديهم، اعتقد اننا امام يعني في هناك بعد غائب في هذه المساله. لكن السؤال ايضا وهو لم يجب ربما عنه السيد اللواء استاذ سليم، اين هي قوات الامن الصاهره على اماكن العباده وعلى حراستها هذا الظرف الزمني؟ هذا هو الموضوع، يعني هذا هو الموضوع. انت يعني هذه كنيسه ليست كنيسه متطرفه يعني في منطقه نائيه، هذه كنيسه تقع في قلب القاهره، تقع بجانب الكاتدرائيه، تقع بجانب المقر البابوي، كل الكنائس تقريبا، مش تقريبا، كل الكنائس يعني عليها حراسات، ربما حراسات قليلة أو كثيرة، لكن أعتقد أن هذه الكنيسة بحكم الموقع وبحكم المكان وبحكم المكانة عليها حراسة ضخمة. وبالتالي عندما تصبح المسائل هكذا، وبعدين دعنا من فكرة أن هناك ست أو راجل خد المتفجرات ودخل وفجر نفسه ولا فجر الآخرين ولا شيء من هذا القبيل، أعتقد أن هناك كان استعداد لهذه العملية قبلها، هناك تنظيم خطط ونظم ورتب وراح وعين المكان وعمل كل هذه المسائل. فإذا كان ده كله حصل ولا وجود لما يسمى وزارة الداخلية، وأن وزارة الداخلية لم تأخذ حذرها بشكل كافي ولم تستطع أن تكتشف هذا الأمر، احنا عندنا في حالة انشغال بأمور أخرى. احنا عندنا اللي شفناه امبارح انه يعني الوزارة الداخلية قاعدة مراقبة تليفون عبد الفتاح فايد على مدار الساعة. عندنا على سبيل المثال انه الوزاره متفرغه لمساله انها يعني تترصد باحد النواب وتدخل اوضه نومه وتسجل له لقاء يعني في 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 في, في مواضع مخله، يعني لديها هذا الوقت لكي تستغله. نعم. في مثل هذه الاحداث. نعم. ثم امام حادث بهذا الشكل لا نفاجأ بانها اتخذت موقفا من اجل منع الجريمه قبل وقوعها، ليس من العظمه انك تقبض على حد وتقول له ده هو المتهم، دي نقطه. النقطه الاهم في الموضوع ده انه اساسا ما تجيش النهارده انك تقول لي انه يعني المسائل ممكن انه احنا اساسا نعديها ونشوف التحقيقات والبتاع، يعني احنا في حادث حصل في الاقصر اقيل فيه وزير الداخليه حسن استاذ الأمن. سليم ربما سناتي الى راي او معرفه تبعات وتداعيات هذا الحادث. نستمع الان الى المحاميه نيفين ملك الناشطه الحقوقيه. استاذ نيفين، ما هي القراءه التي يمكن تقديمها من خلالك لما حدث؟ اهلا بك استاذ محمد وبكل المتابعين الكرام. خليني في البدايه اقدم خالص التعازي واحرها لهؤلاء الاسر المكلومه اليوم، ونحن جميعا في حزن شديد ونشارك هؤلاء في المهم وفي معاناتهم، وايضا يعني نقدم احر الدعاء لمن هم الان في عداد المصابين وأن يواجهون هذه الإصابات. هذا من الناحية الإنسانية على الجميع الآن أن يعني يشارك هؤلاء هذه المعاناة. نعم. وبالنسبة للجانب الآخر وفي سياق الرد على هذه الرواية، الرواية الأمنية الضعيفة جدا والغير مقبولة بالنسبة لعقلي وبالنسبة لعقل متابعينك ومن يريد أن يقف على الحقائق، هذه الرواية الضعيفة من قبل الداخلية بأن هناك سيدة قد استطاعت أن تدخل ومعها هاند باج 12 كيلو وتركته في المكان المعد للسيدات. أعتقد أنها رواية ضعيفة جدا، هذا الإخراج هو إخراج أمني ضعيف جدا. الحقيقة أن هناك ارتخاء للقبضة الأمنية، هناك عدم اكتراث بالرأي العام المصري وبمعقولية إخراج هذا المشهد، ويعني اكترار هذه الروايات
وعلى مدار فترات متعاقبة، لأن هذه الحوادث تتكرر بمثل هذه الكيفية وهذا الإخراج منذ كنيسة القديسين. ويعني على مدار الفترات المتعاقبة نحن أمام نفس المشاهد واكترار نفس الروايات الضعيفة من الناحية الأمنية، بما لا يدع مجال للشك أن هناك سوء إخراج وهناك ارتخاء للقبضة الأمنية. نعم. وهناك إشكالية كبيرة تواجه هذا النظام في عملية التعاطي الاستراتيجي. نعم. أستاذة نيفين. أستاذة نيفين، هذا السؤال ما عبرت عنه الارتخاء الأمني جدير بأن أعيد أن أنقله إلى السيد اللواء رفيق حبيب. السيد اللواء، هل تشعرون فعلا أن الوضع الأمني في مصر يعاني الكثير من الارتخاء؟ ليست هذه المرة الأولى التي تصاب فيها أماكن العبادة، هل ثمة ارتخاء فعلا؟ ما أسبابه؟ كيف يمكن تجاوزه؟ هو بالفعل في بعض القصور الأمني. القصور الأمني ده بيرجع إلى نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي ضعف الاستخبارات اللي هي ممكن نوصلها بحيث نحدث الاستباقة الأمنية ونقدر نجهز هذه الضربات اللي بتتم. يبقى لابد الاستخبارات تكون على قدر كبير. يعني نمرة اثنين، إن فعلا زي ما حضرتك بتقول، هو طبعا بالنسبة للكنيسة دي الكاتدرائية كان مفروض في أمن خارجي اللي هو الأمن بتاع الشرطة والداخلية، وفي أمن داخلي خاص بالكنيسة. فكونهم يوصلوا عن طريق يدخلوا عن طريق الأمن بتاع الشرطة والداخلية وأمن الكنيسة، ده في اختراق، وما لا شك فيه إن كان في ارتخاء أمني في هذا التوقيت. سيد لواء، أرجو أن تبقى معي مرة أخرى إلى اسطنبول. الآن معي الصحفي والناشط القبطي رامي جان. سيد رامي، مرحبا بك. القراءة الأولية لتفجير هذا الصباح في القاهرة، كيف قرأته؟ والله القراءة الأولية بالنسبة لي أي حديث أمني أو أي حديث من النظام بأن ما حدث لا علاقة له بالنظام، هو بالنسبة لي حديث يعني أجوب. النظام مسؤول مسؤولية كاملة، أما بالإهمال الجسيم، أما يعني إحنا مش هنقول بأسوأ النوايا إن هناك تخطيط، ولكن أنا أتحدث عن الإهمال الذي يتساوى وكأنك تخطط للحدث. كيف لمتفجرات بوزن 10 ولا 12 كيلو تخش الكاتدرائية؟ هذا سيد رامي، يعني السيد اللواء تحدث عن موضوع أمني، وهناك أسئلة عن موضوع صف لنا كيف يدخل عادة الناس إلى الكنيسة، الوضع الأمني. سمعت أنهم يضعون بعض الإشارات أو العلامات في أيديهم، يعني أن الحراسة قائمة بشكل جيد. صف لنا كيف يمكن اختراق هذا الجانب وكيف يدخل الناس إلى الكنيسة. نعم. يا سيدي الفاضل، خلينا بس واضحين والكلام يبقى واضح. أنا راجل مسيحي، أنا ما كنتش بعرف أخش الكاتدرائية إلا بالبطاقة، وحتى لو وجهي مألوف للناس لم أدخل الكاتدرائية في يوم إلا بالبطاقة، مستحيل. وكأننا نتحدث عن وزارة الدفاع والداخلية في هذا التوقيت، ليس لديها إلا هدف تأمين الكنائس في الأعياد. يعني هم عندهم أهم شيء دلوقتي في هذا الوقت من السنة. سيد رامي، من يضع بطاقات الدخول؟ حتى أعود إلى السيد اللواء في السؤال الأمني تحديدا، من يضع البطاقات الخاصة بالدخول إلى الكنائس؟ الكنيسة وأجهزة أمنية. الكنيسة لديها كشافة داخلية وأجهزة أمنية، وأمن الدولة بيبقى واقف على الباب. تم اعتقال نشطاء أقباط وهم داخلين يصلوا قبل كده، فأنتوا اعتقلتوا نشطاء أقباط ومش عارفين تطلعوا قنبلة وزنها 12 كيلو. إذا لم يخرج البابا توضر الدبايات واضح يطالب في إقالة رئاسة الوزارة بالكامل، فهيكون ده مجرد تلاعب ومجرد بيان. لا. نعم. سيد رامي، أرجو أن تبقى معي في موضوع التفتيش الأمني. سيد اللواء، ذكرت أن امرأة دخلت إلى الكنيسة وهي التي فعلت كما تقول، هذه روايتك على كل حال. هناك الأجهزة الحديثة كما تعرف التي ترى ما لا تراه العين المجردة، كيف استطاعت هذه المرأة أن تتجاوز أجهزة الداخلية وتدخل؟ هو بالقطع انا باكد لحضرتك ان حدث ارتخاء في هذا الموضوع، ارتخاء امني. وانا قلت الكلام ده
لان لو بالاجهزه الحديثه وخلافه ما كانتش تعدي، ولكن نعم. هي في غفله من القائمين على النظام الامني تجاوزت هذا النظام، سواء بالنسبه للقائمين على العمل بالنسبه للداخليه او من الكشافه اللي هي جوه الداخليه بالنسبه للامن. يعني عدت المرحلتين دول ودخلت في غفله من القائمين على النظام الامني، وده انا باكد ان دروس تراخي في هذا التفكير. سيد اللواء، يعني يذكرنا هذا بنفس الظروف، نفس الوقائع التي حدثت في كنيسة القديسين، ما سر هذا التشابه في التفاصيل في الأحداث؟ التشابه مع أصل الأمور اللي زي دي ممكن بيحدث تخطيط لها من القائمين بمثل هذه الأعمال، وبتحدث في غفلة، وبيحدث تخصيص أمني في تلك اللحظات يتمكن المخربين انهم ينالوا من الكنيسه في الغفله الامنيه زي ما قلنا لحضرتك، وهم بيبقوا مخططين لكل شيء، وبيبقى في غفله من القائمين على عمليه طبعا مهما يقال يبقى مسؤوليه الداخليه المسؤوله، الجهات الامنيه عن هذه اماكن العبادات وحتى عما يجري في الشارع. استاذ مجدي شندي، اعود اليك مره اخرى، هذه التفاصيل المتعلقه بالحراسه والامن، قراءتك الاعلاميه مره اخرى فيما حدث وتداعيات ذلك في المشهد المصري الامني، الذي تقول الحكومه انه متطور ولكن يبدو ان هذه العمليات تقول عكس ما تقول الحكومه. هذا الاختراق الأمني تم بعد دراسة عميقة بحد اعتقادي قبل الجماعة الإرهابية التي خططت ونفذت الحادث، حيث أن الحراسة المشددة هي على الكاتدرائية ذاتها، لكن هذه كنيسة صغيرة مجاورة للكاتدرائية، ربما يكون هناك يعني ضعف الحراسة حولها بداعي أن هناك حراسات مشددة على الكاتدرائية المجاورة، وبالتالي استغلال هذه الثغرة وتهريب المتفجرات من خلالها استغلالا للغفلة الأمنية عن هذه الكنيسة الصغيرة، ربما هذا ما أدى إلى وقوع هذا الحادث ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا. حتى الآن رواية امرأة اخترقت هو مبني على أن الانفجار حدث في المقاعد المخصصة للنساء بالكنيسة، هذا استنتاج، ولكن التحريات الأمنية وتحقيقات النيابة يمكن أن تثبت في النهاية أو أن تضع تحت أيدينا في النهاية رواية حقيقية لما حدث بعد تفريغ الكاميرات، بعد إجراء التحريات، بعد سؤال الشهود، بعد كل هذه المراحل من الإجراءات والتحقيقات، يمكن أن نقول أن السيناريو تم بالشكل الفلاني، لكن رواية امرأة مبنية على أن التفجير تم في مكان مخصص للنساء، وأن هذه الكنيسة صغيرة وطبيعي أن يكون هناك ضعف في الرقابة الأمنية عليها، توهما بأن الحراسات المشددة الموجودة على الكاتدرائية يمكن أن تحميها، وهذا ما استغله الإرهابيون الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة. نعم، ابقى معي أستاذ مجدي. أستاذ سليم، يبدو أن رواية المرأة والتي قالها أول ما قالها المسؤول الصحي في إحدى المستشفيات، يبدو أنه بات يسوق لها الآن، تعليق على ما سمعنا. أنا عايز أستغل يعني فرصة وجود الأستاذ نيفين معنا عشان خاطر في بعض الأمور تبدو بالنسبة لنا احنا مش واضحة. الأمر الأول خاص بمسألة أماكن مخصصة للنساء، يعني أنا معلوماتي أنه لا توجد في الكنائس. سنسمع نيفين يعني بعد قليل يعني سنسمعها. نعم، هذه نقطة. النقطة الثانية أن الحديث على أنها كنيسة صغيرة خارج الكاتدرائية، أنا وجهة أعتقد أنها يعني هذه إحدى مباني الكاتدرائية ذاتها، وبالتالي ما ينفعش تقول أطوية حاجة صغيرة برا الكنيسة، فالكنيسة فهي خارج نمرة. التفجير السليم للإيضاح حدث داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة لمبنى الكاتدرائية. ما هو داخل مبنى الكاتدرائية، والأستاذ في حد تقول لنا دلوقتي الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ داخل مبنى الكاتدرائية توجد
كنيسه وربما اكثر من كنيسه، وبالتالي فكره انها بره ما هواش بره بمعنى هي ملاصقه. وانا اعتقد ان الدخول اليها بيتم من داخل، يعني من المكان المخصص للدخول من الكاتدرائيه. ماشي، دي نقطه. النقطه المهمه جدا انها كنيسه صغيره، كنيسه كبيره، كنيسه طلعت، كنيسه نزلت، كل الكنائس عليها حراسات وما عليهاش حراسات خالص نهائي. انا شايف ان هناك دور لوزاره الداخليه، يعطوا القصه مش جد مش حلم جه في المنام لواحد او واحده خد ال 12 كيلو راح طالع بيهم على في تخطيط حصل وفي كلام وترصد بالمكان ومحاوله وصول الى الثغرات التي يمكن الدخول، يعني في خط ده. اذا سلمنا بالفعل بانه من قام بهذا هم هؤلاء المسلحين. وبعدين عايز اقول يعني انه كل التسويق لهذه السيناريو في تقديري هم في نهايه، يعني في نهايه الامر انا شايف ناس بتقول اي كلام، لانه هذا الكلام اذا صح ما انت في نهايه الامر الموقف من وزير الداخليه يؤكد اي الروايات صحيحه واي الاحتمالات صحيحه، لانه ما ينفعش يا جماعه. طبعا استاذ سليم مشاهدينا الكرام، هذه الصور لحظه التفجير يمكن ان نتابع. هذا مبنى كدرائي. نعم. أستاذة نيفين إذا كنت معي، هذه صورة كما ترين، هل من رسم بياني للبس الذي حدث ربما في التوصيف المكان داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة لمبنى الكاتدرائية، إيضاح بياني، رسم صورة للمشاهد الكريم؟ لا أنا يعني الرسم البياني والإيضاحي، البطرسية ليست منفصلة عن سياج الكاتدرائية العباسية، يعني هي في النهاية جزء منها، والمفترض ان يعني الدخول اليها عبر البوابات الرسميه، يعني نعم. تجزئه المشهد على انها كنيسه صغيره وليست يعني تخضع لنفس المعايير، اعتقد ده جزء ينم عن اشكاليه لمن يصف المكان، اعتقد انه بعيد حتى عن الواقع، لان كل من ذهب الى المكان وكل من قام بحراسة هذا المكان يدرك أنه كتلة واحدة لا تتجزأ، لا يمكن تجزئتها واقعيا. وأنا كان تعليقي أن هذه الرواية هي رواية ضعيفة جدا. الإخراج لهذه الرواية هو يعني ينم حتى عن عدم إدراك للرسم البياني للمكان، يعني في موضوع المراقبة. أستاذة نيفين، أستاذة نيفين معذرة، في موضوع المراقبة الأمنية للنساء تحديدا مع الأجهزة المتطورة الموجودة في الكنيسة؟ لا يعني في أماكن للنساء موجودة، مخصص أماكن للنساء، لكن هذه الرواية أيضا غير منطقية وضعيفة وغير سيدة وتتجاوز الأجهزة الأمنية بهاند باك 12 كيلو بهذه المتفجرات شديدة يعني الخطورة، والتي أحدثت كل هذا الانفجار الذي أدى بكل هؤلاء الضحايا، أعتقد أيضا أنها رواية ضعيفة جدا وغير مقبولة. على الجميع الآن من عقلاء هذا الوطن أن يدركوا أن عليهم إعادة بناء استراتيجية المخاطر، الترويج، لأن هناك بعض الجماعات القادرة على إحداث مثل هذا الاختراق وهذا الخطاب الشعبوي الذي يعني يتنافى تماما مع المنطق ومع المعقولية، أعتقد أن عليهم إعادة طرح المخاطر التي تواجه مصر. مصر نعم. بالفعل تواجه مخاطر وجودية تتعلق بوجود الدولة، وإن لم يحدث تسوية مجتمعية ومصالحة مع فئات الشعب بعضها البعض، أعتقد أن مصر على المحك. نعم. هناك مخاطر تتعلق بوجود الدولة المصرية، ونحن ننادي بهذا، وعلى كل من لديه من المنطق والعقل أن يعيد بناء هذه الروايات وأن يعيد بناء المخاطر التي تواجه مصر. مصر تحتاج إلى لم المجتمع المصري، إلى تهيئة هذا المجتمع لتسوية حقيقية
تعمل على تثبيت أقدار الدولة المصرية بدلا من تفتيت الدولة المصرية. أستاذة ملك، أرجو أن تبقي معي معنا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد منير. أستاذ محمد، ما هي المعلومات التي تتوفر لديك الآن عن الضحايا، عن الحادث، عما يقال في مصر؟ هل من تصريحات رسمية؟ يعني ما زالت المعلومات الأولية حوالين التخدير وحوالين يعني ما في يعني توضح جديد في الموضوع. نعم. لكن وما فيش تفسيرات منطقية تستطيع أن تساعد إلى الإشارة إلى الجاني. نعم. لكن هناك تفسيرات سياسية كثير بقى في الموضوع يعني إذا بدأنا بالانعكاس النفسي أستاذ محمد على نفسية المواطن المصري، كيف استقبل المصريون صباح الأحد اليوم؟ يا سيدي، يعني دعني أصارحك، هذا الحادث بهذا السيناريو بهذا الشكل ليس جديد على المصريين، فقد سبق منذ سنوات حادث القديسين والذي ثبت بعد ثورة 2011 أنه كان من تدبير الحكومة المصرية. كان حادث مشابه لهذا الحادث، يعني كنيسة السيسيين لو تتذكر، كان في أواخر عام 2010. نعم. أي قبل 2011، قبل ثورة 2011 بعدة شهور أو بضعة شهور. وهناك دائما شك في أن تكون هناك جهات لها مصلحة في ملف النظر السياسي، أو لها مصلحة في توريط جهات بعينها، فبتبقى في مثل هذه الحوادث. أستاذ محمد، أستاذ محمد منير، نيفين المحامية المعروفة كانت تقول إن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في مسألة الوضع الأمني، وربطت ذلك بالجانب الاجتماعي، بالصفاء، بالتصالح الاجتماعي. كيف تعلق على هذا؟ شوف، يعني هو كلامها مش غلط، لكن لا أربطه بهذا الحادث، لأني لو ربطته بهذا الحادث فأنا هنا أؤكد أن من قام به كان نتيجة الوضع الاجتماعي والسياسي اللي موجود. لكن حقيقة الأمر أنا مستبعد تماما. طبعا مصر في حاجة لحوار، مصر في حاجة لوفاق، مصر في حاجة الاتصال بين فئات كثيرة منفصلة عن بعض. لكن ده ليس له علاقة بالحادث، لأن أنا متأكد أنه ليس من أحد من هذه الأطراف فصل بهذا الحادث. من يتهم إخوان المسلمين أعتقد أنهم بالغباء أن هم يفتحوا مثل هذه الجبهة الآن. ثانيا، أصلي قضية الأقباط والكنيسة والطائفية دائما ليس لن تكون على أجندة الإخوان طول الوقت. نعم. يعني ده موضوع ثاني خالص، يعني مش على أجندتهم السياسية ومش موضوعهم. وكانت لو كان في افتراض أن في أزمات طائفية بين الأقباط وبين المسلمين، فكانت مع بعض الجماعات المتطرفة ولم تكن مع إخوان المسلمين. أنا أعتقد أن الوضع السياسي في مصر ووضع النظام المصري وضعه في مأزق قد يجعلنا نبحث عن بعض الخلط المناخ في بعض المبررات للدعوة للالتفاف حوله، بعد أن رأى أن هناك حالة من الانصداد أو السبب التردي الاقتصادي اللي موجود. نعم. أستاذ محمد، مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أبرز التعليقات التي وردت على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتفجير الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة. وأبدأ بتعليقات السوشيال ميديا. يوستينا يقول: يلا محنا الحيطة مايلة في البلد، ماسبيرو كنيسة القديسين والكاتدرائية النهاردة إلى آخره. مريم التابعي تقول: آمنة مصر، نصير عن الانفجار، الإرهابيون لم يراعوا حرمة النفس ولا اليوم. مشاركة أخرى: التفجير من داخل الكنيسة، إيه الأفلام بتاعت عبد الناصر دي؟ إيه الناس اللي عندها أرخص حاجة الدم؟ إيه اللي البني أدمين
دول معقول بشر. آمن زاكي يقول احنا ابتدينا شغل ايام مبارك. مشاركة أخرى: تفجير الجمعة بجوار مسجد تفجير الأحد الكاتدرائية، إنهم يحاربون الله، فاللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أحمد: قنبلة 6 كيلو دخلت الكاتدرائية إزاي؟ الحكيم الساخر يقول: بالأمس يقتلون المسلمين واليوم يقتلون المسيحيين باسم الدين. الشيخ ماركو: طب أنا علشان أدخل الكاتدرائية في سور كله عساكر ورجال، أم تكفي تأمن حدود كاملة وبوابات إلكترونية وقربوا يجيبوا تنين مجنح؟ إيه؟ تحيا مصر: مهما فجرت ومهما خربت سيظل تلاحم مسلم زائد مسيحي في ترابط، ولن تزعزعوا ترابطنا. والبقية ربما سأعود إليها. سيد اللواء، هذا الترابط والتلاحم الاجتماعي الذي يقوله أيضا المجتمع المصري، الأصوات الموجودة في السوشيال ميديا، كيف يمكن أن يترجم الآن مع الحكومة المصرية أن تلاحم أمني وتلاحم اجتماعي؟ التلاحم الأمني والتلاحم الاجتماعي، الحقيقة الأخباط على وعي تام، والمسلمين أيضا، لأن نعم. هناك من يريد أن يحدث هذه الوقيعة بين الأخباط وبين المسلمين، وإدراكهم لهذه الحقيقة تجعلهم نسيج وطني واحد، ولا يستطيعون أن ينالوا من هذا النسيج الوطني وأحداث الواقعة بينهم. وده شيء أنا بأكده إن مش ممكن. هم يعرفوا، عارفين في ناس يحدثوا الواقعة دي الأخبار، فمش هيجوا يصوروا ويقولوا المسلمين موتوا فينا ناس أو خلافه، لأن دي تنظيمات متطرفة بتهدف إلى أحداث الواقعة وتهدف إلى هدم الوطن. سيد اللواء، أرجو أن تبقى مع أستاذ مجدي. يعني هناك الظروف، إحباط اجتماعية سياسية اقتصادية، هذا المشهد المتفجر من شأنه ربما أن يضاعف الإحباط. كيف يمكن أن يواجه المصريون الآن هذه الحالات المتزايدة من الإحباط الاجتماعي والسياسي والأمني أيضا؟ الإحباط، هذا الإحباط الذي تتحدث عنه سيكون دافعا من للمصريين إلى التلاحم والتعاضد وتقوية النسيج الوطني أكثر، والالتفاف حول أجهزة الأمن، وليس كما يريد من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة. هذا الإرهاب لا دين له ولا عقل له، ولا ينبغي ربطه بأي شكل من الأشكال بالعملية السياسية المصرية. نحن ننادي بإتاحة حريات وإحداث انفراج سياسي حتى نجفف منابع الإرهاب، ولكن مواجهة الإرهاب لا تتم إلا بآليات أمنية، لأنه لا حوار مع من يحمل السلاح ولا حوار مع من يقتل ويفجر في الأبرياء. نطالب بإتاحة حرية حتى يعني نقطع علاقة السياسة بالإرهاب، لأن الإرهاب ليس له مطالب سياسية. لم تودع مع القنبلة التي تفجرت اليوم مطالب سياسية تطالب بأي شيء من الأشياء. أستاذ مجدي، ولكن هناك يعني قبل المطالب هناك دم مصري يسيل، هناك موت، هناك مأساة، وهذا من حق المواطن أن يكون محميا، أليس كذلك أستاذ سليم؟ من حق المواطن أن يكون محميا، ومن حق المواطن أن يعرف الحقيقة، ومن حق المواطن ألا يجري إدخال الغش والتدليس عليه. أنا لا أستطيع أن أتصور أن هناك حادث إرهابي جرى في الهرم يوم الجمعة الماضي ثم يعني الأمور تمر مرور الكرام، لا وزير داخلية يتشال، ولا مدير أمن يتنقل، ولا رئيس مباحث حد يقرب له، ولا عسكري يتشال من مكانه. أنا لا أستطيع أن أتصور أن هذا حدث جرى من جماعات مسلحة اليوم ثم ينتهي الأمر إلى لا شيء، لا عسكري مشي ولا وزير داخلية راح. أنا قلت لك قبل كده أنه حدث الأقصر الإرهابي، لأنه هناك كان قصورا أمنيا واضحا نتج عنه أنه حسني مبارك شل اللواء حسن الألفي وزير الداخلية. إنما أمور تجري بهذا الشكل وما يحصلش أي حاجة، يعني أنا شخصيا أرى أن هذا أمر ينبغي الانتباه إليه. سيادة اللواء بيقول هناك من يريد إحداث وقيعة بين المسلمين والمسيحيين، أنا عارف هذا الرجل الذي أراد وقيعة لما استدعى الكنيسة في عمل سياسي قام به أو عمل انقلابي قام به في 3/7. يعني عندما جرى استدعاء الكنيسة لتمثل غطاء يعني دينيا لهذا الانقلاب العسكري، هو هذا الشخص الذي أراد أن يحدث هذه الوقيعة. ومع ذلك أنا لا أعتقد أن ما جرى اليوم
من عملية تفجيرات داخل الكنيسة أنها مرتبطة بمثل بهذا المشهد طبعا إطلاقا، واللحمة كلاب ولا سياسة ولا غيره، واللحمة المصرية مترابطة ولا رغم الظروف ولا الصعبة. أظن أن هذا الذي حدث اليوم له علاقة بكل هذا المشهد السياسي الذي حدث من 3 يوليو لغاية الآن. اللي حاصل النهاردة يقول يعني قبل ما نيجي نتكلم على مين اللي عملها ويعدي الأمور بعد الأمر بعد يومين ولا شيء، يعني يا اخي يعني ما هو ما هو المطلوب مأمور اسم الأميرية يا اخي المطلوب الان انه يقولوا لنا هل هذا الحادث زي بالضبط بتاع كنيسة القديسين ولا لا، لانه كنيسة القديسين جاب واحد فيه شاب فيه اتقتل من التعذيب ثم تبين انه ما لهوش علاقه بموضوع كنيسة، كان عايزين يحملوه يلبسوه التهمه، اتقتل هذا الشاب السلفي في على يد جهاز امن الدوله في اسكندريه وتبين ما لهوش علاقه بالليله. حبيب العدل يوم 24 يناير قبل الثورة بيوم قال لحسن مبارك احنا قبضنا على الجناه في حضرة النائب العام، كان واقف في هذا اللقاء قال له احنا، قال له انت قبضت عليهم يا حبيبي، قال له قبضنا عليهم يا فندم، وقامت الثورة لحد اكتشفنا انه حد مقبوض عليه ولا الداخلية قبضت على حد ولا اي شيء. ينبغي فتح ملف كنيسة القديسين للتحقيق فيه. دعني انقل استاذ سليم، ويصبح المسألة هنا لم نفتح نعرف مين اللي عمل هذا السؤال. كنيسة القديسين ممكن نوصل للعمل استاذ سليم، هذا السؤال انقله مباشرة الى ضيفتنا على من الدوحة عبر الهاتف الأستاذة نيفين ملك، أنت الحقوقية المعنية بهذه القضايا أخذت فيها الكثير، كيف يمكن يبدو أننا فقدنا نيفين؟ أستاذ مجدي، أليس من حق المصريين أن يرفعوا هذا الصوت عاليا في جانب حقوقي تحديدا فيما يحدث من جرائم دون أن يظهر الجاني؟ بالتأكيد هذه مسؤولية أجهزة الأمن أن تأتي لنا بالجاني وأن تعترف لأن هناك قصورا أمنيا أدى إلى مثل هذا الحادث. هذا حادث بشع وهذا حادث خبيث يراد به يعني تفتيت اللحمة المصرية ومحو ثقة المصريين في أجهزتهم وفي نظامهم وفي شرطتهم وفي جيشهم، وبالتالي فإن هناك ضرورة لاكتشاف الجاني الحقيقي و إخضاعه للعدالة، القبض عليه وتسليمه إلى العدالة لتحاكمه. مسألة ربط كل شيء بكنيسة القديسين، كنيسة القديسين يعني لو ثبت أن لوزارة الداخلية علاقة بها كان ينبغي أن يحكم على وزير الداخلية بالإعدام، لكن هذه كلها أقوال لم تثبت حتى هذه اللحظة، وإلا كانت النيابة المصرية قد حركت دعوة وحاكمت المسؤولين عن هذا التفجير. وبالتالي تعليق كل شيء على أنه للإيحاء بأنه من عمل السلطة يعني هذا دفن للرؤوس في الرمال. هناك تنظيمات إرهابية وهناك مؤامرة تستهدف مصر وهناك رغبة في الإطاحة بالنظام، وهذه الرغبة يعني تستخدم فيها كل الوسائل بما فيها الوسائل غير الأخلاقية وغير الإنسانية مثل الإرهاب. وبالتالي الإرهاب يحتاج إلى مواجهة شاملة، مواجهة أمنية وثقافية واجتماعية وحل لكل المشاكل التي تتيح للتنظيمات الإرهابية التجنيد والتعاطف والأرضية الخصبة التي تعمل فيها. أستاذ مجدي، مشاهدينا الكرام، في مصادر في آخر الأخبار، مصادر خبرية إعلامية تحدثت أن متظاهرين من حوالي الكنيسة قد اعتدوا على مجموعة من الإعلاميين من بينهم أحمد موسى وريهام سعيد. تابعوا. Yes.
أستاذ سليم، تعليق على ما كنت تشاهد. مشهد عظيم ورائع وبديع وكاشف عن حقيقة الأمور، وكاشف على أنه الناس مش منطلع عليها مثل هذه الأفلام، ومؤكد على أنه يعني أنه هؤلاء الناس اللي هم أساسا في الأصل فيهم أنه معظمهم تقريبا أقباط لم تنطلع عليهم، هم الآن يواجهون ويطردون الأدرع الإعلامية للانقلاب في مشهد يعني كاشف عن دلالته وكاشف عن حقيقته وكاشف على انه اي افلام بيجري الترويج لا محدش هيصدقها، وانه هؤلاء المسيحيين الذين جرى تفجير كنيستهم منذ قليل ها هم الان يطردون اعلام السلطه ويطردون يعني احد الذين يمثلون هذا الاعلام واحد الذين يمثلون الأدرة الاعلاميه هو وزميلته الاخرى. ده مشهد معناه ايه؟ معناه انك لا تخاف على فكره اصل هناك من يحاولون ان يفتتوا اللحمه الوطنيه ولا هناك من يحاولون تدمير نسيج الوطن. كل هذه الافلام التي تحدث من اجل احداث الفتنه الطائفيه في مصر قام بها منذ انور السادات، قام بها في الحقيقه هي الأنظمة التي تريد أنها تخوف المسيحيين عشان تبان أنها هي الحامي لهم، لكن الرأي العام القبطي والمسيحي تبين أنه أكثر وعيا من كثيرين يتحدثون نعم. كلاما إنشائيا. شكرا جزيلا لك الأستاذ الكاتب والإعلامي سليم عزوز، وشكر موصول أيضا في القاهرة للواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخلية والأستاذ مجدي شندي والأستاذ محمد منير، وشكر أيضا الموصول للأستاذ نيفين ملك التي كانت معنا. شكرا لكم، ابقوا مع الجزيرة مباشر، إلى اللقاء.